زون ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكست والتحقوا بين ضيوفنا اليوم زميلتنا الإعلامية نعيمة ساسي. نعيش أحوالك. مرحبا سلام، مرحبا بكل مستمعي إكسبريس أفام، ومبروك عليكم اللوكال الجديد وإن شاء الله رمضان مبروك للناس الكل. إن شاء الله. كمان زعيم أيضا المدرب واللاعب الدولي السابق، كمان إيش أحوالك؟ مرحبا سلام، صحة شربتكم الناس الكل والسادة المستمعين. أيضا ولد الدار تقريبا بحضينا مع أنيس مع محمد الهادي ديما هنا طلق مسعودي، إيش أحوالك؟ أهلا جيل جماعة الإيكونومي جي معاهم. صحة شربتك سلام، مرحبا بنعيم، مرحبا بكمال، تحية المستمعين الكل وصحة شربت الرياضيين الكل. اكيد دونك كما قلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، ايضا باش نحكيو شويه على تفجير التونسي ماتش اليوم مع شباب بلوزداد. اكيد فماش رهان كبير في الماتش، لكن اكيد المرتبه الاولى في المجموعه يبقى رهان محترم جدا به. نحكيو فكره قبل على قرعه المونديال، ناخذوا فكره عام بعد قبل ما ندخلوا في التفاصيل بشويه بشويه. نعيم شنو رايك؟ بول صعيبه ماهي سهله، يعني فيها المنتخب الفرنسي الحاصل على لقب كاس العالم في اخر نسخه، عندك المنتخب الدنماركي اللي عامل دومي فينال في كوب دوروب وأونزيام مونديال، وعندك المنتخبات نتاع البراج الامارات استراليا البيرو، وهو الاكثر انه ماشي للبيرو لانه منتخب البيرو اقوى من المنتخب الاسترالي والمنتخب الاماراتي. ثلاثه منتخبات تقويين برشا. المقابله الاولى باش تكون مع المنتخب الدنماركي، منتخب عتيد بعد نحكيو باكثر تفاصيل. منتخب المباراه الثانيه اللي مازلنا ما نعرفوش شكون، لكن كذلك مباراه قويه باش تكون، والمباراه الاخيره هي المباراه ضد المنتخب الفرنسي. انا لا سوريز سور لو غاتو، نقول ان شاء الله نكونوا سوريز اذا كان مازلت ما كملتش، اذا كان نعملوا ماتشويت باهين يعني ضد الدنمارك وضد ضد المنتخب نتاع البراج، باش تعمل لك موتيفاسيون يعني باش تلعب ضد شوف الاسماء اللي باش تلعب، بنزيما مبابي غريزمان كلها اسماء كبيره يعني من 23 ملاعبي، حاجه كما نقولوا نحن ما تجيكش ديما انك تلعب ضد المنتخب الفرنسي. كمال شنو رايك؟ صحيح كما قال نعيمة توا، المجموعه صعيبه بالنسبه للمنتخب التونسي، لكن لازمنا نقولوا الحقيقه اللي مجموعات كلهم صعاب، يعني شفنا القرعه البارح رينا فماش حتى مجموعه تنجم تكون يعني فماش وحده كاسحه برشا، فماش وحده سهله، صحيح فماش وحده فيها برشا ضغوطات قويه، فماش وحده سهله. تحسهم المجموعات كلهم تحسهم منتخبات اكيليبري، صحيح اكيليبري، لكن كما قال توا المنتخب الفرنسي منتخب نعرفه منتخب كبير، منتخب الدنماركي كيف، لكن لازمنا نحضروا مليح، لازمنا نحيو كالعاده نتاعنا نتاع المشاركات القديمه، ندخلوا بمشاركه اخرى، نحاولوا نعطيو صوره ما احسن من اللي اعطيناها من المشاركات القدم. دونك ان شاء الله ان شاء الله التحضيرات نتاعنا تكون على احسن وجه. طارق كما قالوا جماعه فماش فداية في الكل كيف لا معناها ما فماش مجموعه سهله. الحاجه اللي عجبتني في الديكلاراسيون نتاع جلال معناها من المال معناها مره اخرى جلال في الكون ينجح، قال راهو باش نمشيو للدور الثاني، دونك حتى تونسي ما عادش يقبل توا انك باش تمشي للمشاركه وتروح ديريكت تحكي على الدور الثاني، فيها تحمل مسؤوليه الملاعبيه، التحضيرات لازم تكون في المستوى مهما كانوا لا نبيل حاجه اخرى، نبيل في كونتكست واحد اخر، ووقت معنا وقت عملنا ماتش كبير ضد اسبانيا والولاد عملوا البرتغال وقتها وفك الجو نتاع الكشيخه بالماتشات هذوك، اما لا معناها ما كناش حابين باش نمشيو للدور الثاني. توا معناها عندنا منتخب الفرنسي الناس الكل تحكي على مبابي احسن مهاجم في العالم، فرنسا حاجه اخرى، اوريزمون باش نعملوا اخر ماتش معناها، دونك عندك الدنمارك لازمك تربحها، الماتش الاول لازمك تخسر، كان خسرنا الماتش الاول معناها 90% رانا مروحين، ونتصور اللي ليكيب ناسيونال بالجو الجديد في البلاد الاخرانيه وبالحاجات اللي شفناها ما عادش فما فوز وما عادش فما كعباجي، خاصه في اختيار تشكيله عقلانيه كبيره، تواضع كبير من جاريه، ان شاء الله نستناو ساعه اول حاجه كونفيرماسيون عند فيدراسيون اسكو جاريه باش يكمل ولا لا، خاطر هذه حاجه مهمه على الاخر باش اللي هو وللراي العام وللاعبيه اللي باش يعرف باش يكمل. انا بعد المقابله حكيت حتى مع حسين جنيح ولا بتصريحات وديع الجري كيف يقولوا من بون فما البروتوكول نتاع باش نعمل مكتب جامعي ونحكي، ولكن من التصريحات واضح انه باش يكمل معنا. اي ماذا بينا في اقرب وقت يقع المكتب الجامعي يقولوا راه جلال القادري هو مدرب تونس في قطر 2022، ما عادش عندنا برشا وقت، منتخب الدنمارك منتخب كيف معناها من 10 ولا 11 الاولانيين في العالم، إيريكس
إريكسون سجل هدف اليوم من 12 جوان من قاعد يمركي إريكسون حتى مع الدنمارك مع برايتون اليوم سجل اول هدف برينتفورد اليوم اليوم سجل بعد لاعبين كبار عندهم حارس عنده اكسبيرينس كبيره دونك احنا شمايكل دونك احنا معنا حتى حل ان باش ننتصروا الماتش الاول وان شاء الله ان شاء الله تمشي الامور ان شاء الله يجيوا الزوم لاعبين اللي يحكيوا عليهم اسماعيل الغربي ولا تيرا الدروالي على فلونغلوتير لانه بصراحه معناها مستحقين معناهم لاعبين اخرين لانه فما معناها فما تواضع في الرصيد البشري وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا حنبع المجبري في المونديال ولا دورينا فون في تحضيرات يكون اساسي وياخذ الستاتيوم تاع تيتولير باش تنجم تحسن الامور على مستوى الهجوم. باهي خلينا انت حكيت على جلال القادري خلينا نتشاني مع كمال جلال صغرك كمال واكثر من هذا خدمت معاه برشا خدمت معاه كانت التجربه الاولى نتاعي في نادي الخليج السعودي كنت خدمت معاه كمساعد بعدك خذيت الفريق الاولمبي لكن عنا علاقه يعني مخدين اخوات يعني فهمت دونك بالنسبه لي انا فماش علاش في اي خلينا نسال سؤال تعرفوا مليح هذا سؤالي معناها قادر يقود المنتخب في مقابلات بالحجم الكبير كما المونديال خاصه مثلا برشا يحكيو ما عندوش الخبره اللازمه في معناتها ما شدش انديه كبيره ما شدش منتخبات شوف جلال قادري مش من اليوم بدا التدريب جلال قادري عنده سنوات هو يدرب وعنده سنوات هو ناجح في الانديه اللي كان دربها الكل في كل نادي مر عليه خلى البصمه نتاعو سواء في تونس ولا سواء برا في الخليج انا نصور المكتب الجامعي وديع الجري حط المدرب الكفء على راس المنتخب ماهيش رمي ورود ولا مش خاطر اسمه جلال قادر وحاجه خاطر اللي في جلال انسان يجم يقدم الاضافه للمنتخب ويجم يعطي الاضافه للمنتخب وهذا الدليل واضح اللي في مباراه زوج مباريات صحيح ما قمناش مباريات كبيره لكن على مستوى التكتيك وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الانضباط التكتيكي فوق الملعب كان باين وكان واضح اللي ما شفناش عنا برشا للمنتخب كيف نفس الشيء بمباراه حتى في مباراه نيجيريا في كاس افريقيا زاد كيف شفنا الشيء هذا ما فماش علاش يعني اليوم باش نحكيو على تغيير مدرب بس قالوا بالغ في الدفاع كمان لا بالغ في الدفاع اليوم الكره شوف اليوم الكره احصائيات واليوم الكره ستاتستيك ونتائج المدرب ديما تحكم عليه بالنتائج نتاعو كان ربح اوكي كان ما ربحش تنولي وندخلوا في حاجات اخرين وما دافعش وعلاش دافع برشا وعلاش ما هاجمش وعلاش هذا كله تخمينات وهذا كل كلام يتقال مهما كانت النتائج ومهما كانت الوضعيات نتاع المباريات لكن شفنا الفريق شفنا المنتخب في زوج مباريات صحيح ما جاوناش برشا فرص في زوج مباريات صحيح ما جازفناش اكثر لكن في مباريات كيما هذوما لازمك تعرف تتصرف فيهم مباريات كيما هذوما النتيجه هي الاهم شيء مش اهم اللعب واهم من الاشياء الاخرى اللي ممكن تنجم ما تفيدكش من بعد في اخر المطاف لكن اللي شفنا فريق منتخب منظم شفنا منتخب فوق الملعب تكتيكيا واقف كيف ما يلزم لكل لاعب يعرف الدور نتاعو فوق الملعب وهذا يرجع للدور نتاع المدرب والتوصيات نتاع المدرب والتحضير نتاع المباراه على خاطر في كل فريق فما مدرب عنده طريقه اللعب وطريقه التفكير وطريقه التنظيم فوق الملعب وطريقه تحركات اللاعب مش كل المدربين كل كيف ولذا شفنا يعني روح جديده شفنا طريقه تاع لعب فوق الملعب بالنسبه لي انا جلال القادري موجود حتى الكاس العالم باش يكون موجود هو في مع المنتخب في كاس العالم على خاطر هذا يستحق باش يكون موجود على خاطر مدرب تونسي ويزينا من المدربين الاجانب كل ما نوصل لكومبيتيسيون كبيره ولا باش نشاركوا في كومبيتيسيون كبيره باش نقعدوا نحكيوا على مدرب اجنبي وشكون من المدربين الاجانب اللي جاوا لتونس نحي روجي لومير وكاسبرجاك شكون من المدربين الاجانب اللي جاوا لتونس وخلاو بصمه اللي جاونا صف رابع كلهم اللي كيما قالك يعني اللي جاونا كل ما كانوش في المستوى هذه فرصه نعطي فرصه للمدرب التونسي اللي باش يشارك في كاس العالم وصلني للكاس العالم هو رشحنا لكاس العالم دونك فماش علاش اليوم مش نغيره ولا نحكيه في موضوع تغيير المدرب المدرب يعرف قاعد يعمل هي مول جامعة حالتنا معناتها المجال هذا مفتوح فماش بيان فماش تثبيت فماش ديسيزيون الى حد الان ولو ان شاء الله بالطبيعه انا في رايي اعتقد اذا كان نجيبوا اسم كبير من برا اسم كبير دو فالور والا فماش اسم كبير اسلام اليوم من برا قداش باش يتكلف على الجامعه؟ يحكي من على كل 50 مليار بيجي و60 يعني مليار كيروش ماهوش اسم كبير شو الفرق شو الفرق المنتخب المصري ماهوش مدرب كبير كيروش شنو عمل؟ شو عمل مع المنتخب المصري؟ هي حاجه اخرى يعني حاجه اخرى اسكو المدرب الاجنبي باش يجي اليوم
باش يجيب فكره جديده ولا باش يجيب كره جديده ولا باش يجيب معلومات جديده نحن مش عارفينها ولا باش يجيب حاجات متخبي علينا. بالعكس يعني نحن المدربين المدربين التوانسه متكونين احسن تكوين، متكونين بالحق احسن تكوين ونعرفوا اش قاعدين نعملوا، اش نعرفوا كيفاش نخدموا ونعرفوا كيفاش نتصرفوا في المباريات. والدليل داك تشوفوا فيه كاس العالم الاخرانيه مشينا بمدرب تونسي صحيح ولا كاس العالم هذا زاد كيف كيف مشينا بمدرب تونسي. دونك نحن كمدربين ناجحين نحبوا ولا نكرهوا. حاجه واحده اللي ممكن يعني تفرق ما بين نادي ولا تفرق ما بين منتخب ومنتخب اللي هو الدعم اللي لازم يكون موجود من طرف الجامعه ولا من طرف رئيس الجامعه، وهذا اللي ريناه مع المدرب جلال القادر، رينا اللي فما دعم من رئيس الجامعه ومن المكتب الجامعي اللي كانوا مساندين واللي كانوا عطاوه الثقه باش يكون موجود في مع المنتخب خاصه في زوج المباريات الاخيره، وان شاء الله يكون موجود زاد باش يكون موجود في الكاس العالم. هو حاجه اخرى سلام لحظه قال كلمه قال باش يكون موجود عند هذه معلومات والا تخمينات صح؟ لا لا انا المنطق كما قالك نحكي بالمنطق انا لوجيك هي تقول هكاك لا قد باش عنده معلومه. شوف مش بالساهل باش تعطي منتخب المدرب يعني باش ينجحك في زوج مباريات وزوج مباريات تعرفهم مصيريه. زوج مباريات مصيريه. نجح في زوج مباريات هذا والمنتخب ترشح. دونك انا بالنسبه لي انا بالعقل بالرزانه مدرب يواصل ويكمل يخدمه على خير. سامحني قصيت عليك طبعا. قلت لك فما حاجه معروفه وديع الجاري معناها بالمؤاخذات اللي عليه بالنجاحات بالاخفاقات اللي عملها يحب المدرب التونسي. سامي طرابلسي نبيل معلول منظر الكبير جلال القادري معناها يمن سامي طرابلسي مش هو عينه دخلت الجاي قام موجود الجاي قام موجود في المنتخب اي مش هو عينه اي ما هو موجود في المنتخب وقتها خدم منتخب محليين بعد الثوره تاع المنتخب سامي لعب دور كوب دافريك راه مع وديع الجاري 2012 2013 2012 وديع الجاري على راس المنتخب بعدها فرصه نبيل معلول مرتين تاع فرصه منظر كبير في 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 قرار معناها فاجئ الراي العام الرياضي الكل معناها كانت سيستم بعد عطاها ليكيب ناسيونال. اي ما هذاك على خاطر ما فماش معناها ما عندكش مدربين على المستوى العالمي انك باش تجيبهم وزيد فما باش تجيب مدرب كبير يلزم فلوس. اي فما المدرب التونسي هو الوحيد اللي ينجم ياخذ السوم اللي تدفعها الجامعه. اي ياخذ السوم معناها مكره اخاك على بطل انتخ بارونتيز. لا 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 معناها نحكي لك على مخ وديع الجاري مخه والاسبريم نتاعو يدز مع التوانسه. ان شاء الله يكون هكاك احنا ماذا بينا. هو حتى ربح فلوس معناها مش يدفع في 40,000 يورو وزاد هما من بعد شوف سامي طرابلسي شوف المسيره نتاع نبيل معلول شوف منظر ان شاء الله ربي يسهله في تجربه جديده جلال توا اذا كان يعمل مونديال كيف كيف ما نحن نرجعوا نحن ناجحين زاد التجربه أه؟ معناها مش الفايده تجيب تونسي الفايده ان التجربه تكون ناجحه معناها مش اوكي نحبوا التونسي لكن نحبوا المنتخب اكثر احنا ابار مشينا مرتين المونديال الاكسبيرونس تاعنا كلهم كانوا عاديين كما العاده معناها نمشيو نعملوا لانكار في الكوب دافريك ونروحوا كان مشينا لروسيا معناها في انجاز معناها نتاع مونديال والمره هذه ما فماش حاجه كبيره ما فماش انجازات كبيره موافقه كان لكن نحكي لك الاسبريم تاع الفيدراسيون توا يدزوا مع المدرب التونسي كما قالك توا طارق ما فماش فرق كبير ما بين وقت اللي نمشيو كاس العالم مدرب اجنبي ولا مدرب تونسي اوكي هي علاش ما نحطش مدرب تونسي ما دام ما فماش فرق كبير ما دام ما بين الاجنبي والتونسي علاش انا ما نحطش التونسي خاطر جاونا بصراحه لانجيريس وكويلو راهو صحيح وانت عايش في الكوره وناعمه قريبه في راهو فضايع ما فما حد شيء راهو معناها علاش قلت لك انا اسم كبير نكملوا بتونس عاديين راهو ناعمه قبيله قلت لك على كيروش كيروش افكتيف متواضع منتخب المصري راهو وصل لنهائي كاس افريقيا اما نعطيك امثله اخرى مثلا هاني يوزيتش مع المغرب قاعد ظهر لي خاسر ماتش في ثلاث سنين معناها كيف كيف ايضا رونالد قبل كي كان شد المغرب ولا حتى مع السعوديه معناها يفرق اسم كبير يوزيتش الى حد الان هاز كوب دافريك مع المنتخبات اللي لعب لهم الكل هو في افريقيا يعني اكثر حاجه تيتر انت تستحق شنو انك تهز كاس افريقيا وتترجع لكاس العالم هاليلوزيتش الى حد الان منتخبات لعب معاهم كل ما حتى كاس افريقيا مع احتراماتي ليه لانه هاليلوزيتش شنو عنده كل النهجيه هذيك وعنده الحب الذات اللي هو وعنده زاد الميكس ما بين الملاعبات حاليا قاعد يعمل في الحاجه اللي عملها جمال بالماضي شويه انه ماشي للاعب المحلي المغربي اللي هو يلزم يعمله لانك في تجيب 23 ملاعبي يلعبوا في الاوروب وتهزهم
الافريق فما 16 ملاعب اخر مباراه اخر كوب دافريك بعمرهم ما عرفش الاراضي الافريقيه معناها ما يعرفش السخانه شو معناها. ما تنجمش راه تبني فريق وطني مثلا كيما المنتخب المغربي اللي عندك افكتيف كبير. شوف الوداد شنو عندك، شوف الرجاء شنو عندك، معناها فما ملاعبيه كبار تنجم تهزهم من الفرق المحليه المغربيه وتعمل ميكس بي. وانا قلت لك العقليه نتاع ليلوزيس قاعده تتبدل بشويه بشويه لانه فارضين عليها هكاك فهمتني. يزي انك تخلي الملاعبيه اللي يسحقوا في المغرب وتهز كل الملاعبيه اللي يلعبوا لبرا، ليه مش بالضروره. كمان خلينا نحكي شويه على القرعه. فما تشوفش القرعه جاتنا اسهل من المونديال اللي فات. اوكي بنما تفرق مع البيرو مثلا، لكن انجلترا وبلجيكا المونديال اللي فات معناتها موسو صعيب وصلوا دومي فينال. بار كونتر اليوم اوكي فرنسا صعيبه، لكن الدنمارك ماهيش لا انجلترا لا بلجيكا. اي صحيح ممكن اقل صعوبه من المونديال اللي فات بحكم يعني كما قلت على الدنمارك، لكن ما تنساش يعني المنتخبات هذيا ديما عندها تحضير خاص للمونديال ويعرفوا كيفاش يبدوا يدخلوا المونديال، خاصه كما قال لك بيلي كطارق المباراه الاولى تفرق برشا ضد الدنمارك، يا تتعدى يا ما تتعداش، يا تربح يا ما تربحش. دونك يفو بيان بريباري سورتو لو برومي ماتش. والمنتخبات هذوما فما حاجه ديما يبداو ما يبداوش من البرومي ماتش تحضير نتاعهم، ديما يبداو بشويه تصاعديا بشويه بشويه بشويه. دونك نجمو نحنا نستغلوا البرومي ماتش هذاك لصالحنا نحنا، اكونديسيون نبداو حاضرين مليح، اكونديسيون نبداو قارين المنافس مليح، خاصة خاطر المفتاح هو ديما في الماتش الاولاني. بعديك الماتش الثاني ممكن اكثريا تجم تكون البيرو موجودة، والمباراة الثالثة ضد فرنسا. ضد فرنسا ما تنساش في كل مباريات اللي لعبناها ضد فرنسا الا ما قمنا بمباراة كبيرة. كبيرة صحيح. في كل مباريات اللي لعبناها. نعطيك حاجة أخرى، فرنسا بطل العالم ديما يلقى صعوبات في التولود. فرنسا مثلا 98 بطل العالم خسر مع السنغال 2002. أعطيك حاجة أخرى، تونس ألمانيا ألمانيا عام 78 بطل العالم تعادلنا معاها 0-0. كيف فما مثال واحد آخر، أعتقد الكاميرون وقتها مع الأرجنتين في عام 90 كيف تعادل ولا الكاميرون ربح تحصيله. دونك ديما نلقى صعوبات بطل العالم في المقابلات من نوع هذا. وديما نلقاو رواحنا ضد فرنسا، يعني ديما ضد فرنسا نعديو مباراة كبيرة وديما نحسوا رواحنا اللي نحن فما 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 حاجه لازمنا نتعداوها. ضد فرنسا ديما فما ان تشالنج بالنسبه لنا نحن، نحبوا نربحوا المباراه هذيك ونحبوا نقوموا بمباراه كبيره، كل سوا اللي لعبناهم في تونس هوني ولا حتى ساهموا فيه شويه اللي بيناسيونول اللي موجودين في المنتخب التونسي. صحيح ما تنجم تكون فما مساهمه منهم، لكن ما تنساش حاجه اللي في الكاس العالم هذايا فما عنصر مهم جدا يجم يكون اللي صالحنا نحن ويعطينا دفع اكثر اللي هو الجمهور. صحيح. يعني شفناه في البطولة العربية الأخرانية، شفنا الدعم الكبير نتاع الجمهور. صحيح. اللي هو كان دافع كبير للاعبين، خاصة اللاعبين والفريق والمنتخب ككل. قول في تونس اللعبة حسيت. صحيح يعني عبارة يعني حتى كيف تلعبوا ضد المنتخب الفرنسي. وحتى أكثر زاد. يعني أنا كنت موجود غادي وحتى أكثر الحق. يعني خاصة المباراة الأولانية والثانية والثالثة اللي باش نلعبوه باش نلعبوهم باش نحسوا روحنا كينا في بلادنا باش نلعبوا في بلادنا، على خاطر ما نتصورش الجمهور الدنماركي باش يكون موجود أكثر من الجمهور التونسي ولا تاع البيرو ولا حتى الجمهور تاع المنتخب الفرنسي مش يكون ممكن موجود اكثر من الجمهور التونسي. يعني عامل هذايا ماذا بيا يعني ان شاء الله نستغلوه كيف ما يلزم وان شاء الله يكون دفع كبير للاعبين. وحسب التصريحات اللي شفناهم حتى من الاعلاميين ولا حتى المحللين ولا حتى من اللاعبين، تحس اللي اللاعبين تحس اللي فما دعم برشا من الجمهور يسنوا فيك الدخل نتاع الملاعبيه والدخل نتاع الناس والفرحه والتشجيع الكبير من الجمهور. ان شاء الله ان شاء الله. شوف اكثر حاجه مهمه راهو في الكوب دي موند هي التحضيرات، راهو يلزمك تعمل تحضيرات جيده. الوقت مش باهي برشا، يعني في نوفمبر عندك فرق تلعب تشامبيونز ليج في تونس ستاج عندنا يعني يلزم تحضير. والحاجه اللي تفرق بيناتنا نحن وبين المنتخب الفرنسي والمنتخب الدنماركي انهم عندهم الليغ دي ناسيون، ليغ دي ناسيون قاعدين يحضروا بها بالبيه يعني يلعبوا مع بعضهم مرتين باش يلعبوا مع افكتيفمون. هذا هو معناها يعني عندهم الكوتش باش يشوفهم عندهم مباريات كبيره برشا بيناتهم وتحضيراتهم باش تكون خير منا بياسر. معناها احنا نحن يلزم التحضيرات تكون خير من قبل، معناها كنا ندخلوا الكوب دي موند مش بتحضيرات جيده. المره هذه يلزم نقراو ألف حساب للتحضيرات نتاعنا باش على الاقل كيف ندخلوا للكاس العالم هذايا نكونوا مرتاحين اكثر ونكونوا مستانسين بالكومبيتيسيون اكثر ونختاروا زاد. حتى الاختيار نتاع هو مع العلم شي برشا فرق باش تطلب منا، مثلا انا نشوف في خاصه في البول نتاع الماروك لانهم يقولوا انه شمال افريقيا كيف اللعب. معناها شوف انت كرواتيا نورمالمون تنجم تكون تلعب معنا ماتش، فما زاد بلجيكا باش تلعب ضد بلجيكا المغرب
بلجيكا يعني بلجيكا كيف زادت تنجم تطلب منا مباراه ان نلعب لها لانه في البول عندهم المغرب معنا هذوما يعني مباريات جيده اذا كان احنا نمشيو نلعبوا مع كرواتيا والا نلعبوا مع المنتخب البلجيكي في التحضيرات حاجه بها برشا المنتخب التونسي اكيد بي طارق دونك شفنا شويه تصريحات البارح فان وهب الخازري ظهر لي حكى على مقابل ظهر لي موتيفاسيون كبيره اللي هو مثلا فما لاعبيه معز حسن وهب الخازري نحكي حتى حنا بعد المجري لعبوا قبل في الشبان مع منتخب فرنسا حاجه كما هكا تجتمع موتيفاسيون ايضا انيس بن سليمان في الشبان لعب مع الدنمارك كيف عصام الجبالي لعب في الدنمارك حاجه كما هكا تجم تسهل لنا شويه ماموريه والا لا ما عندوش علاقه اكيد سهل اكيد سورتو فرنسا حاجه اخرى فرنسا تونس المولدين في فرنسا حاجه اخرى يعني فما الحلم الكبير نتاع اي واحد فورمي في فرنسا انه يلعب في ليكيب دو فرانس معناها يوصل يلعب سينيور حاجه معناها كبيره ياسر معناها نشوفوا نادر الغندري احنا توا فورمي وكان رجع معناها من البعيد كان حاجه كان مستحيله معناها استشهر التالي جيل النادي الافريقي بعد اللي يلقى روحه يلعب في المونديال بعد يلقى روحه مش يلعب ضد ليكيب دو فرانس اللي هو كان يلعب في ليك دو اللي قبل ما يجي النادي الافريقي 2014 واورليست في ليكيب هذيك يلقى روحه مش يلعب ضد المنتخب الفرنسي دونك مش موتيفاسيون هذا ما يستحق حتى شيء معناها هي اصعب حاجه في الكوره اسلام اللي سورس دو موتيفاسيون يبدا الكوتش يلوج كيفاش باش يموتيفي ملاعبيته هذا ما يستحقش هذا لا موتيفاسيون حتى شيء وفرنسا تحبوا تك فرنسا بطل العالم فرنسا الدوله الاولى في العالم اللي تخرج من لاعبيه لي شامبيون الكل فورمي في فرنسا مالغري الفرنسيس عندهم شويه كي واحد لكن كي تحكي على الفورماسيون تحكي على الفرنسيس معناها بلجيكا تو ماخذه في سونتر دو فورماسيون مرتبه الاولى عندها 6 ولا 7 سنين لكن كي تجي تحسب راهو فرنسا حاجه اخرى معناها يطلعوا في الملاعبيه كيما عباره واحد كل يوم يطلعوا لك ستار ولا زوز معناها وكونكورونس كبيره وصعيب باش تلعب في الليغان في فرنسا وصعيب باش تكون في كونفوكي وصعيب باش تكون انترناسيونال دونك هذا الكل وهبي باش يلعب كونترهم ولا نادر الغندري ولا حنبال المجبري بتبيع فيرتي كبيره اللي هو والفاميلته ويحب يوري روحه ويحب هذه معناها لتريو نيفو مش تلعب مع احسن لاعبين في العالم مش تلعب مع احسن منتخب في العالم سيفري هما الناس كلها حكاوا على الاداء في روسيا وفرنسا خايبه وكذا لكن بدات تك 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 بعد تروح فينال وهزت الشامبيون بالمنتخب الجديد بمبابي بالملاعبين الجدد هذوما نسيوا شويه لعبات في زيدان في 98 خاطر الكره صعبت توا معناها تطور كبير على المستوى البدني على المستوى النفسي ما عادش فما اسباس تكتيك مو كيف يلزمك تكون قوي ياسر باش تربح المنتخبات هذيك الكل وتهز الكوب دي موند انا حسب رايي ما غير ما تشعر تقراك تحكي على فرنسا معناها تشوف القرعه نتاعنا تحكي على المنتخب الفرنسي تخلي الدنمارك على جنب منتخب فرنسا اللي ان شاء الله جلال يحضر التوليفه الباهيه ويحضر الملاعبيه الباهين مازلت عندنا توا شويه مشاكل اسلام تو نحكيو عليهم بعد اللي هي تثبيت الحارس فرد مره باش ياخذ الثقه نتاعو زادنا ملاعبي معناها في الشواء كان عندنا بلال العيفه والطالبي زادهم الغندري توا هذه سوليسيون واحده اخرى الكوتش شكون منهم باش يلعب لاتيرال دروا دراجر ونشوفوا الطفل نتاع الانجلتير شو اسمه نعيم يان فاليري واسماعيل الغربي كيف مع حنا بعد المجبري مع السخيري والعيدوني مع السخيري والعيدوني مش يكونوا موجودين معناها في الوسط فما بلاصه ما بين بن رمضان وشعلاني واذا كان جاي لاري عزوني زدام عملت تشكيله من تو زاد ظاهره زاد بيفوات هنا الوقت يتبدل برشا حاجات ان شاء الله سكي سور يعني ممكن 90% 80% من المجموعه هذه اللي كان موجوده باش تبدا موجوده في كاس العالم بون تقعد الاصابات وتقعد الفورمه نتاع بعض اللاعبين ممكن كيما قال لك على زوج لاعبين اللي ممكن يلتحقوا بالمنتخب هذا كلها موتيفاسيون اسلام كبيره للملاعبيه اللي موجودين في البطوله مش ترجع البطوله باش اللي اكيد نحكيو اكثر تفاصيل تعلق بعد شويه باش يكون معنا من قطر زميلنا مولدي جامع من قنوات الكاس ناخذ اكثر تفاصيل شنو صار البارح لكن الاخبار وبعد مكملين في زون ميكس حتى للعشره ونص.